ومن يريد أن يتحرر يعني لابد عليه أن يدفع الثمن لو قليل من جوع. اليوم نحن بنضرب على الطعام نصدر الهم الفلسطيني والوجع الفلسطيني. لا تسألونني كم نقص وزنك، بل كم زادت حريتك، كم زادت كرامتك، كم زادت إنسانيتك. يمكن إضراب عن الطعام أن يقول لنا أنه يمكن الانتصار على هذا الاحتلال ويجب الانتصار على هذا الاحتلال، وأنه ليس من المستحيل يعني انتصار على هذا الاحتلال.